أهلا نجار، شنو هو اليوم عندك سيدي الموقع المغربي فكرة بوائمة أه. عندك الموقع الاجتماعي السوشيال وما تنسيش موضوع الكلاود كومبيوتينغ سمر. غنقدموا لكم في هذه الحلقة من برنامج نقاش 2.0 مواد جديدة الشبكة الاجتماعية الجديدة لميكروسوفت الموقع الاجتماعي الصيني سينا ويبو غنتكلموا كذلك على الكلاود كومبيوتينغ وأشياء أخرى

مش نبداو لاكتيو دي كوميونيتي وعندنا لافونتاج باش معانا سور على مول هذاك الموقع غادي نهضروا على فكره بويما انا اليوم عندي لكم فكره جديده هي في الحقيقه ماشي فكره وانما موقع سميته فكره هو موقع مغربي خاص بالافكار وتطويرها حتى كتصبح مشاريع حقيقيه وكل شخص بغا عنده فكره بغى يطورها ولا عنده شي مشروع بغى يزيد به القدام ما عليه الا يتسجل في هذا الموقع هذا هذا الموقع هو مغربي تواصلي ويمكن لاي واحد يعرض فيه الفكره ديالو وهذه الفكره هذه كتخضع للتصويت من طرف المستعملين ديال هذا الموقع هذا والفكره اللي أخذت اكبر تصويت واكبر نسبه كيناقشوها المسؤولين في هذا الموقع هذا وحتى المستعملين ديال الانترنت باش هذا المشروع هذا كيولي كونكري وكيزيدوا به القدام والمسؤولون على هذا هد الموقع هذا كيعتبروا هذا هد لابلاتفورم هادي وسيط كيرافق صحاب الافكار حتى كتولي افكارهم مشاريع حقيقيه وقادره على المساهمه في تطوير البلاد ما نساوش بلي فكره بو ام هي اللي فازت باحسن برنامج على الويب لسنه 2012 في المغرب تافي سي فري سي فري الوغ مازال مازال غادي نناقشوا هذا الموضوع هذا ديال فكره بو ام وديال المبادرات <بكتبنت> اللي هما جايين نمد دي جونز انتربرونور هنا في المغرب ولا دي <تأكد> بورتور <بس> دو بروجي هنا في المغرب انا عندي سؤال هذه الافكار طرحو مزيان تبارك الله عليهم ولكن شكون اللي كيمولهم شكون اللي كياخذ بيديهم حتى يخرجوا لوجود هذه الافكار حنا من خلال الفكره تنهضروا على التمويل بطريقه اخرى ان التمويل ماشي تيكون ديما تمويل مادي كفلوس مي قد يكون بايشونج دو سيرفيس لو تروك أه... لو دونك راه رجعوا ليه في لي دابا رجعوا في ان مجموعه ديال المشاريع عندك خدمه قد تعطيني خدمه وفكره بوين ام ا راه مشروع اللي Je suis allé à la maison de la de la maison. Il des gens qui se sont liés à la maison de développement, à la maison côté artistique, les vidéos, les donc c'est une société. لا بارتي ايفون اللي انونسي ولا بارتي اندرويد <متحدث> اللي انونسي حتى هي سي دي جون كي سون انتريسي طاو هذا كاع لي انفورماسيون مازال غادي <متحدث> نرجعوا لهذا الموضوع اللي هو فريمون مهم بزاف انت كفنان الفكره لا كرياتيفيتي عندها اون امبورطونس كبيره بالنسبه لك كي جاتك هذه المبادره هذه ديال الفكره بصراحه الفكره مزيانه لانه شتي بزاف ديال المرات كنتلاقاو حنا بعدا مع <متحدث> لي جون والناس كيتلاقاو حتى في القهوه فعلاً. بطريقه عفويه بلا ما يكونوا عندهم علاقه بالويب ولا بغيره وكيقول لك عندي واحد الفكره بغيت نكتب سيناريو آه. عندي واحد الفكره آه. ديال واحد السكتش آه. عندي بمعنى ديما الناس كيجيب كي لهم الله عندهم الفكره ولكن لما كتقول لي تخي بيان انا شحال كنت كنحرق معاهم راسي وكنعطيهم آه. بلوس دو الوقت ولكن دابا كنقول له كتب سيناريو وجيب ليا 99% ما كيقدروش يكتبوا له السيناريو ولا يكتب حتى الفكره ديالو مع الاسف لانه كاين بزاف يمكن اللي عندهم افكار زوينه ولكن ما كاينش ياخذ بيديهم كاينه واحد الفكره اخرى علاش بغيت نهضر لكم اللي هي سميتها ايفيتو اللي دارتها واحد اللي هو واحد البرنامج اللي دارته واحد الشركه في اكادير هذه الشركه في اكادير دارت واحد لابليكاسيون اللي هي تتعاون لي بروفيسيونيل ديال الفلاحه باش يعرفوا شنو هما شنو هما المبيدات les hommes autorisés qui fassent système le home et les les Hadi les insecticides. Et cette a dit mzienna, parce que vraiment les nèslél qui the besoin on bezwan, parce que Alors, cette est à travers le smartphone. c'est une application smartphone. T'es sur l'iPhone, sur l'Android, donc elle est disponible gal les smartphone. Mais comme les un smartphone, آه سيت انترنت موقع الكتروني اللي هو غادي يخليهم يلقاو كاع هاد الخدمات اللي هما اللي هما كي هاد الناس نتاع الفلاحه كي جاتكم هاد المبادره هادي باسكو سي فري ما تنفكروش سي ديفيسيل باش تجيك فكره اللي باش تفكر لهاد الناس هادو اللي تتقول كي نو سون با تري كونيكتي اي بوغ ايبورطان... اون بليس اللي انا اللي كيعجبني في هاد الفكره هو الفلاح غادي يلقى راسو يطور نفسه اون ميم طون صافا غيكري بعدا كاين الدراري في الشوماج يعني... قاريين كلشي كيعرفوا الانترنت كلشي وما كالسيش آه. دونك مادا انا كل واحد خدم مع واحد ولا جوج اللي يتعاونوا معاه في هذا في هذا الميدان بو موا سي سي كلوك شوز دو 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 اكسترا اوردينار كاين واحد المعلومه اللي جايه انا من جهه ميكروسوفت ميكروسوفت بون فاخيرا مايكروسوفت خرج حتى هو لو ريزو سوسيال ديالو آه. والتحق بفيسبوك وبتويتر وبجوجل بلس وغيرهم من هاد لي ريزو سوسيو في البدايه كان هاد الموقع هذا موفر غير لي جون اميريكان اللي كيتقاسموا بيناتهم الافكار ديالهم وكينجزو البحوث ديالهم ولكن دابا هاد الموقع هذا ولا راه رهن اشارات الجميع ويكفي ان الواحد يكون عنده ان كونت فيسبوك او لا ويندوز لايف باش يقدر يتقيد في هاد الموقع هذا فالسوشيال كيعطي الفرصه للمستعمل باش يدير الابحاث ويتبع المواضيع اللي كتهمو بحال الرياضه طبخ آه، الافلام الموسيقى وغيرهم من المواضيع آه آه. تماما وبحال وبحال كاع المواقع الاجتماعيه فهو هو كيعطي الفرصه للمستعملين ديالو باش يتقاسموا الصور يتقاسموا لي كومونتير ولي فيديو وغيرهم من الاشياء وهكذا الموقع الاجتماعي غيكون الى اسوسي ما بين فيسبوك وتويتر ولكن زاد عليهم اضافه وهو انك يمكن لك دير بحوث اضافيه في المواضيع اللي كتهمك ها دكار. دونك هذا عاوتاني موقع اجتماعي جديد اخر واش كاينه البلاصه دابا اونتر فيسبوك تويتر يوتيوب اه واخرين اللي مازالين تيبانو اون اغوسي سيمان فايتا عالم جديد كوم اللي تتعرفوا اللي هو موقع اجتماعي 100% ماروكان وعندو كوم باش يكبر في العالم العربي واش كاينه لا هكا المواقع جداد بحال السوشيال وديما في كل في كل دو بروجي راه كاينه البلاصه لاي واحد بغيت نهضروا على ودابا لينوفاسيون تكنولوجيك حتى واحد ما يقد ما كاينش منافسه في التكنولوجي الان خاص في البروسيس الا درت ريزو سوسيال خاصني نزيد شي حاجه مش جوجل بلس مين جا جمع ما بين تويتر ومن فيسبوك دونك جمع جوج في ريزو واحد دابا ديال مايكروسوفت دونك زاد جمع جوج وزاد عليهم زاد شي حاجه دونك اللي غيدخل خاصو يجي شي حاجه رابعه دونك ضروري خاصك تزيد حاجه لوكسكو جينوف تكنولوجيكمون الان راه راه التكنولوجي كلشي ولا عارفه C'est Rachid. Est-ce que tu te connectes à Facebook, Twitter? Ça, pas beaucoup, pas beaucoup. nandi c'est vrai, Andy, le un site daily, Andy. Mais c'est ma femme qui s'occupe. Ah, c'est c'est Madame qui gère? C'est elle qui gère. C'est Madame Wali qui gère le morcal, le l'électronique, la fanpage du canal. D'ailleurs, d'ailleurs, on a compte Facebook, Rachid Wali C'est un petit peu Rachid Wali parce que chez comme ça le site, les mal

كنت معطل انا تعطلت في هادشي تو ما ما تعلمتش انا لورديناتور حتى واحد ست سنين ولا هذا مي بينما افون كان همي لار بالنسبه لي هذاك الشيء بعيد عليا ولكن اجوردي اوني اوبليجي دو ندخل هادشي ما بقى حتى واحد فغينا عليه فهمي. واللي كيعرفني راه ماشي معلم ما عرفتش كيدير حنا كنهضروا على الفلاح اللي يمكن

أه وكاين واحد الموقع موقع اجتماعي جديد اللي هو على شينواز أه على الطريقه الصينيه هذا الموقع التواصل داير بحال داير بحال سميتو سينا ويبو أه هو موقع داير بحال تويتر باسكو تويتر أه في لاشين انتردي دونك أه حبسينو حتى أه واحد ممكن لو يدخلوا ولا شي درت ايفيدامون أه لهذا الموقع درت واحد الشروط الوغ اش تيقولوا هذا الشروط الاسم اسم باش تدخلوا خاصو يكون الاسم حقيقي ما خاصكش تقول شي حاجه اللي هي خايبه على الدوله <applause> بيان سيغ اون ف ساندوتي ميم كليكش تقول تقول شي حاجه اللي ما كايناش اللي ماشي هي صحيحه حيت تدخل وتتسجل في هذا الموقع الاجتماعي تيعطيوك 80 نقطه تيمكن لك دونك تتبدا بواحد 80 نقطه تيعطيوك لا بوسيبيليتي باش توصل حتى ل 100 نقطه وما حدك تدير شي حوايج ما تتحترمش اكزاكتومون تبدأ يقول لك ما تتحترمش انت ديك الشروط تيقلعوا لك حتى تتوصل زيرو اون فوا تتوصل زيرو تيسدوا لك لو كونت ديالك حتى الفيسبوك كاين دي زوتيل اللي كيخيفو دوموندي ماشي غير متاح وانا كنقول كون درناه هنا كون قالوا الديكتاتوريه وكاين القمع ما والانسان مراقب وكون كيعبد الله الو حنا كنشوفوا دول اخرى سكيس باس باسكو جوستومون حنا كنهضروا ماشي غير على حيت تقول الحوايج خايبه ولكن اللي كيتقال بزاف الان

التليفون افيكتيفمون طفي ودارنا مساكن كيحماقوا ما كيفكروش باللي راه يمكن انا نفسي بلاصه صعيب فيها الريزو ولا طافي وكاينين لي كونسيكونس اللي هما يكونو تخي تخي صعاب صعاب جدا الو غادي ندوزو لواحد لواحد لي شيفغ لي شيفغ اللي هما تابعين للنساء ولي ريزو سوسيو المواقع الاجتماعيه تماما انا عندي واحد السؤال شكون اللي غيكون غالب النساء ولا الرجال على المواقع الالكترونيه؟ نساء صنات نقول النساء ما يكونوش النساء هو عندكم الحق في هذه على السؤال يخص هذا السؤال يخصه تطرحوا منين كيكونوا النساء كيتكونيكتوا الرجال كاع ندير لك السؤال تمام النساء اكثر حيويه وحركه على المواقع الاجتماعيه من الرجال بحيث ان النسبه ديالهم أو العدد ديالهم تفوق الرجال ب 99 <applause> 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 مليون مسجله على هذه المواقع الالكترونيه هاد لي في هذا دارتهم واحد جاو من واحد الدراسه دارها واحد الموقع ديال انفورميشن از بيوتيفول اللي قدم لينا واحد لو كيبين لينا بلي 58 مسجل فيسبوك هما نساء و68 مسجل على تويتر هما نساء ولكن ما نكونوش قاس قاسيين مع الرجال حتى هما عندهم نسبة ديالهم ولكن فين في جوجل بلس يعني هما اختاروا مواقع اللي هما ما معروفينش بزاف واللي النسبه ديال الرجال فيها هي 64 ايوا قيله Euh, les femmes qui dérobent zèvres de l'école.

d'un point de vue social uh, Effectivement. On en fait, à travers les équipements et les numéros que nous avons, nous avons appris que les femmes sont connectent beaucoup sur Internet. Et surtout, pour le marché de l'électronique. Généralement, ce sont des femmes qui travaillent, ce sont des femmes euh, qui sont euh, qui actives. actives uh -huh. voilà. Donc, elles utilisent cette, cette fenêtre pour, pour que ce soit le, le, le réseau social qui va, qui va leur permettre d'échanger, que ce soit donc, les sites uh -huh. de, de vente en ligne donc, euh, qui sont les plus parce qu'ils ont euh, est les salaires qu'ils ont besoin, sans qu'ils ne se déplacent pas. Et le e commerce Je crois que es achetez plus sur Internet, les hommes ou les femmes Justement, c'est les, les femmes. C'est oui. okay. pour cette raison, euh, déjà, on a le shopping, aujourd'hui, euh, c'est le, le deuxième, c'est 37%, okay. par rapport à tout ce qui est paiement de créances, les factures. Okay. Donc, les paiements des factures, mais il y a aussi le shopping. Le shopping, 37%, le chiffre d'affaires global, <coughs> ديال لو كوميرس او ماروك في هذا في كاين لي فام بزاف أه. حتى حتى لي سيت دابا الى لاحظتوا كنلقاو مه... بان لي سيت الاغلبيه ديال لي سيت عندهم عندهم لا سيبل سي لي فام أه.

آه انت انت مازال أنا مشي انت اه ع... ع... انت سيرف ان شاء نرجع خاصك فكره على هذه لا نقولوا مسكين مازال لا مسكين مازال <applause> <بزيك تصفيق> <بزيك تصفيق> <مزيك تصفيق> ما مزوجش لا من نعيطوا لي دونك ما مسولونيش وتصوروا في العرس ديالكم جبتوا شي مصور اللي اللي ضيع لكم كاع التصاور وهذا هو لو فيل ديال 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 هذا الاسبوع تماما فغادي نتابعوا في لو فيل ديال هذه الحلقه القصه ديال جوج مصورين كيقولوا بلي هما محترفين داروا افلاس حيتاش فشلوا في تصوير واحد الزفاف <applause> <applause> فالعرسان بحال الناس كاملين اي آه، زون جوج ديال المصورين بغاو يصوبوا ان البوم باش يخليوه ذكرى عندهم والمقابل ديال هاد الخدمه هادي هي 900 اورو يعني خلصوهم 900 اورو باش يديروا لهم هاد الالبوم ولكن كيفاش كانت النتيجه؟ تصور كاملين فلو الكادراج خايب ما كاين شي اثر ديال الفلاش نزيد على هذا كامل العرسان موخودين من الظهر فطبيعه <applause> الحال العرسان من شافوا هذه هاد النتيجه هذه كانوا مصدومين وقرروا انهم يتابعوا هذه هاد المصورين هذو اون جوستيس يعني لي بورتيفون جوستيس بحيث انهم داروا افلاس وباعوا كاع لي زاباري ديالهم باش يخلصوا الخسائر اللي تسبوا فيها لهذا العرسان هاك ساهله يعاودوا لهم شي تعريسه هادي فكره مغربيه شو الافكار حسيت كل جلسه كل جلسه ديال مود دابا جوجستر ويخرجوا كاع على مود باسكو اوجوردي كتعرض على الناس بحال كل شيء هز التليفون كل شيء هز البورتابل ديالو كيصور دونك الا مشات لك راه غاتاخذ مع الناس وتخرج على مود تصويره غير Вот так, интернет, все это возможно. Ура, динь шофо, в рубрике, ляя, первая часть уебзапинг. Серьез, парень с мячом движется к воротам, сейчас подкати не дотягивается, несколько футболистов сборной мира пропускает мяч под рукой, ну это был удар потрясающей силы, Джейус продолжает атаковать и гол, он забивает этот мяч.

La je deux ou tout de suite la rubrique opération marketing. Alors la Malienne Dialkylium va détruire dans notre droit la one. Euh, la paracajma ou il y a euh, euh, un mouvement associatif les euh, one smito Orange Rock. Corps, les qui je mets, la musique ou le volontariat, c'est Rachid que tu connais très très bien, pour lequel à, euh, tu œuvres au quotidien. Euh, le 25 avril, à la à Paris, le Louvre, où j'ai deux chanteuses, les Homas, uh, The Think Things Things, m'li ont deux chansons au ont tâte la guitare sur la scène, redette le smartphone dielha ou calte uh, le djmohor, euh, gadit euh, gadit euh,

voilà, donc Zedou fait le concert, Ktor Mun elle a le concert de départ, pour euh, expliquer un petit peu l'aspect participatif, le volontariat, l'aspect participatif. Qui jette comme cette initiative C'est Rachid, toi qui connais bien le. Foute, euh, uh -huh. foute, euh, foute, euh, chanteuse internationale, dernièrement. Uh -huh

la scène ou le concert tu vois tuic berouti zine toile voilà ouais, c'est bon. ouvert euh, il a voulu de compléter en fait euh, la clé de la réussite dire les grands pas euh, le Facebook pas le Twitter c'est le partage parce que <ride> grâce au partage de l'information elle <rit> elle m'a ouais elle est parfaite ou tu cherches ou mm l'un -hmm. des besoins donc ces euh, <rit> opérations marketing les spécialistes du le web marketing ils cherchent toujours à à créer un champ là où on partage facilement, uh -huh. là où il y a le partage de l'information pour gagner encore plus de, de, de visiteurs, plus de, de, de personnes qui s'y intéressent. Donc ouais. euh, je trouve que c'est très bien. Très bien, très bien. Le fait bon. de partager l'information, c'est quelque chose de. de, de... C'est une opération marketing, je vais te Donc, elle est basée sur ouais, le zouina. De zo, la partie débat, la partie délire, justement, la partie délire. لو ديبا اليوم غادي نهضروا على واحد الموقع دونك راه فسرته لنا هاجر دون لاكتو دي كوميونيتي اللي هو سميتو فكره بويما قبل ما نزيدوا في هذا في هذا في هذا النقاش غادي نحاولوا ديجا نفهموا منين جات هذه الايدي منين جاتك انت هذه الفكره ديال ديال فكره بويما جوستومون داكور دونك فكره كسمية ديال الفكره جات من فكره دونك اللي تنعطيو بها حتى حنا ليكزومبل أه. مولينيه On a fait d'une façon positive, qu'on a, qu'on que la révolution fait le dent il y avait des grèves ou des gens qui sortent pour demander quelque chose a c'est positif parce que nous a on a pensé à quelque chose qui complète donc a au lieu que les gens aient des et parlent beaucoup fait le processus donc il propose On ne on clique pas sur le problème on clique sur « je propose ou indirectement, dans les fait les des problèmes, mais les gens, psychologiquement, il y a problèmes, ou si je propose, ils proposent. Donc, ça fait des présentations d'énoncés. Donc, je ne fais un mot. D'abord, un indifica. C'est un le mot, Comment ça se passe? Sur la poste. Je pense que c'est un très difficile. Je suis stratégique, donc on a réduit le nombre de clics. spécialistes. Donc spécialistes. donc, je fais la première version, un enregistrement avec les informations. On je fait très, très fluide. Non, prénom, l'adresse de l'adresse mail, le téléphone, et tu postes. Donc, en y 10 secondes, tu peux... Tu as tout le projet. Donc, les gens, ils votent. L'âge, l'âge, cest à C'est l'âge. Parce que, je a vous dire pourquoi. Donc, il y a l'âge, il y le sexe, quel est l'idée, ou le titre de là pour filtrer. Je vais vous un fil parce qu'après, il y a tout un traitement derrière. Donc, les gens, ils ont l'idée, ils votent, ils commentent. Nous, nous, on fait le buzz, comme je dit, le partage

c'est parmi les idées c'est une fierté que deux projets sont en cours de réalisation business ou idées sociales donc avec le vote au commentaire c'est une pondération la ou derrière toute une équipe de consultants ou de coachs ou des gens professionnels les les circonscriptions de plein d'idées donc l'idée, c'est de les l'idée et on t'accompagne بليزيغ يدير جاونا غير في جمله سي 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 ليدي ديال كسابي مسافر اذا دخلتو دونك راه كاين الديتاي ديالها أه. أه. سي اون ايدي اللي جات في جمله الا قريتيها تضحك دونك دخلوا قلبوا على تضحك مي داك الديفلوبمون ديال لي كومونتير 71 كومونتير الا ديفلوبي البروجي وراه خرجكم كوم شنو هي شنو هي ليدي نهضروا عليها واخا كسابي مسافر دونك كسابي مسافر في ليترونجي تيتسمى لو بوك كروسين دونك الكساب عندي تنقد أه. أه. نحطو في ان باني ولا خوتي نحط في ان باني ونجي انا نهز كساب ونحط كساب

Décider la promotion de la lecture, l'outil jeunesse, pour discuter chaque mois d'un livre. Vous que le livre, il y a une idée, le top 3, les idées, des idées fantastiques. D'accord, donc il y a un projet d'entreprise, vraiment uh -huh. entrepreneurial. Donc C'est quelqu'un qui a intégré grâce à son projet, uh -huh. qui avait le choix entre créer une entreprise.

on a échangé, fikra. Donc, qu'est-ce que tu as besoin actuellement? Ou la troisième idée, Marouen? La troisième idée, c'est l'idée des hedsi de les de neuf téléphones. Donc, c'est hedsi. Donc, à Itli, il y a on a une ferme. On dit tous les moyens logistiques où lesquels je cherche du fond des gens là. Donc, un fond pour faire du bovin, ovins. Bougara au drénum. Elvage de la bougara. Sur la même journée, c'est ici ou Il poste quelqu'un la poste fikra.

بمعنى واش رجعت الثقه اه، في المغربي ولا كيتيق واش هذا الدومين ولينا كنتيفقوا فيه اكثر واش نتوما كتكومينيكيو اكثر ولا واش كتعطيو ضمانات أه سي أه. مروان الضمانه الاولى نرجع ديما لديك الاناليز الاولى اللي قلتي ديال اللي تيجي عندك واحد بايدي وغي ايدي راه تي با الفيرونسي أه. من بنكه وانت غادي سال ان لي بريفي اللي خاص أه. ولكن مين حنا حيت الدراسه مين تنقول لك راه البروجي صافي و موا راه ايتود ومشى وزاره الفلاحه وجاب هذا وداك الكوري

وعطيني فلوس با اكزومبل يا با دونك حنا الناس لي جون ديالنا تينساو ان تتحط ايدي وغير تتقولها الناس كاملين عندهم عندهم دي زيد مهم هذا الشيء نوضحوه دابا لانه اللي كيسمعونا ولا حيت لا كيسيون هاد لا فريمون سي سي لوبجي باسكو اللي تيحط لي دي سي با لا فين ديال البروسيس يتحط لي دي راه قلنا سي لا ميديتيزاسيون ويا في الباك اوفيس دي جون اللي تيحطوا لي دي خدامين

هذا <متحدث> اللي دي مسافر يضحكوا عليه الناس يبداو داك لو بوز خايب باسكو البوز راه بدا خايب في فيسبوك سا باس فيت جو سي هذا النقاش زعما امبورتون مهم بزاف موضوع مهم بزاف ويعني وصلنا ايفيكتيمون لا فان تاع هذا النقاش بوت ان ديرني مو جوست باش نعطيوا سي رشيد لي جون لونفي دو كري دالي انكور بلو لوان خصو واحد ما يحقر ما يحقر راسه وبالنسبه لنا الله عطاه سبحانه وتعالى كل واحد راه عطاه نفس الحوايج اللي عند الاخر غير كاين اللي كي <مم>. إيه حيت حنا كنهضروا على فكره راسني الفكره قبلناها وفكرنا ما قبلناهاش تو ديبون شنو بغينا حنا حيت ما كاينش فينالمون فكره خايبه وفكره مزيانه تو ديبون الحاجيات ديالنا شنو حنا محتاجين ولا. وشنو الاطار اللي بغينا نطوروه ولا. فيه كي تجينا واحد المجموعه ديال الافكار والا الاخرين راه كيبقاو دائما افكار صالحه a besoin, besoin et et on a besoin Alors Rachid, je compte sur toi ou je compte sur vous. Si vous la fanpage de Nikhage 2.0 ou le mock-up électronique Dieu, vous pouvez vous aider à les informations et surtout les soutenir. Pour le débat, c'est fini. Radine Douzou, tout de suite, la deuxième partie du Webzapping.

لو فوكس uh, سمعتوا به بوتيتر لو كلاود كومبيوتينغ تنهضروا عليه بزاف ان سو مومون نتوما بوتيتر عارفين شنو هو غادي نخليو لي تيلي يتفرجوا في هذا لو بوتي ريفورتاج اللي هو غادي يفسر لهم شنو هو لو كلاود كومبيوتينغ الاي فوكس ديال هذه الحلقه غادي نركزوا فيه على واحد الجيل جديد ديال تخزين الملفات والوثائق تيتسمى كلاود كومبيوتينغ اشنو تنقصدوا بهذا الجيل الجديد ديال التخزين واشنا هي الفوائد اللي جا بها مع كلاود كومبيوتينغ كيصبح ممكن الواحد يوضع جميع الوثائق ديالو عند شي سيرفور بعيد عليه تتقدمها الشركات المعروفة بحال أبل وجوجل وإيبام وكي يصبح ممكن الواحد يطالع على وثائقه في المكان وحتى إلى الحاسوب ديالو الشخصي أو هاتفه الذكي تسترجع جميع الوثائق حيت راها مخزنة بعيدة عليه الفائدة اللي كاينة مور هاد الخدمة الجديدة هي أنها غادا تهنينا من ضياع الوثائق في الحالة اللي تخسر فيها السي أو لاكلي أو الحاسوب الفائدة الثانية وهي الأهم لأن الشركات الكبرى من اللي غادة تمشي عند سيرفرات تخزين البعيد عن المحلات ديالها غادة تربح واحد قوة تخزين كبيرة بزاف وغادة تربح الأطر والوقت حيث راها غادة تكلف شركات تخزين بمهمة التخزين والمعالجة وغادة تهنى كذلك من السيرفرات ديالها وتربح البلايز فين كانت حطهم شركة تخزين عن بعد تضمن قانونيا سرية المعلومات المخزنة وتتعطي واحد شوية ديال التخزين المجاني ولكنها غادي تفرض الأداء على السعة الكبيرة حيت كل ما زاد استهلاكنا غادي يتزاد الخلاص بحال ما كاين في الماء والضوء والتليفون الشركات كذلك تضمن سلامه الاشياء المخزنه حتى تخزنها في نسخ كثيره وفي اكثر من سيرفر واحد الشركات الكبيره في مجال المعلومات بدات تتنافس في هذه العمليه ديال بيع التخزين اي اعلنت انها بدات توضع مراكز عملاقه للتخزين في اوروبا وامريكا والصين عرفت شكون اللي كان تيعرف <applause> هذه القضيه ديال الكلاود سي رشيد؟ وي عرفتها شفت واحد على برا جوستومون كيهضروا على هذا كم كوا الانسان واللي استغربت له هو نفس هذوك تقريبا لي ديسك ديور اللي حنا كنستعملوهم راه هما نفسهم اللي كيستعملوهم هما هما هم كيديروا منهم دي كوبي بزاف فعلا فعلا سي تو فيغ سي لو ميم كونسيبت ا بوتي دونك كلاود كلاود سي ديزافونتاج ان فيت ديجا لكن لاكسيسيبيليتي يعني اي اي بلاصه نمشي ليها نقدر نشوف المعلومات ديالي فين ما كنت سهله mm. yeah. عن طريق الهاتف الذكي ديالي عن طريق الحاسوب عن طريق دونك لا تابليت بزاف ديال السمارت فون لا تابليت لورديناتور سا سي دون بار دوتر بار كاين لا سيكوريتي سا سي بلوس سيكوريزي باسكو كاين نو ساخ سيكوريتي ديال الانفورماسيون ديال الانفورماسيون لي دوني لي يكونوا مخزونين انا عارف بانه كاين واحد النيفو ديال لا سيكوريتي طالع يعني بمعنى مثلا ماشي بحال تحرق ليا الديسك دور صافي مشاو ليا المعلومات مي راه كاينين في واحد الكرة كاين ما كاين حتى شي حاجة 100% بالنسبة لي راه جا فيضان وقريب هذاك الشيء راه يمشي فعلا سي فري ما كاينش <applause> <لا تصفيق> شي حاجة 100% <applause> لا ما كاينش سي فري فيضان سا ديبون على فين كاين لي بيرجور من دولة واش كاين غير في دولة وحده وكاين بزاف ديال الدول دابا كنشوفوا لي بيرجور كيديروا بزاف ديال الدول دونك يحاولوا يديروا هنايا تيفرقوا داك لو ريسك دونك يفرقوا داك لو ريسك دونك تيديروا دي كوبي حتى الا طرات شي حاجة هنا وبلات وبلعات تتكون بلاصة اخرى اهم حاجة هو انهم ملي كيت ملي كي خسر كيخسر واحد السيرفر العود مثلا ال دوك ال.. كيطيح لك مثلا لو سيت في النطاق ديال ديال آه، yeah. الخدمه آه. اللي كندير اللي, كتكون عندنا حنايا كيطلع اوتوماتيكمون أتخاير واحد بلاصه اخرى هذا طفى كيطفى ماشي مشكل تو دوت هو من... تيبان بلاصه اخرى ما كيتقطعش الخدمه ما كتقطعش <متلاف> ماشي, <متلاف> ماشي اسمح لينا 24 اور عندنا واحد المشكل تقني هذا هذا كيبقى كتبقى الخدمه كونتينيو وهذا هو المهم

باغا ناخذ لورديناتور اللي عندي وغندا نخدم ولا ندير شي حاجه ما نعيطش للصديق و با نمشي للفيسبوك لا صديق لا فيسبوك لا تخدم شويه حاجه انا انا مع انا مع رشيد سي كليغ لامي غنعيط لصاحبي وغادي نقول له راجي عندي لا غير بور باسي لو طون نو با دي تو حنا دابا كيكون عندنا ديما لا تابليت معنا اون ترافاي نستغلوا هذاك الوقت باش نديروا شي حاجه اللي غير نربحوا الوقت في اطار الخدمه ديالنا اللي نربحوا فيها الوقت صافي اوكي غير نحاولوا نستافدوا من ذاك الوقت اللي حنا مضيعينه بواحد الحاجه اللي حنا ما نتعصبوش ما يتعصب ما يتعصبش دونك يتفرج بوندون هذاك في واحد بون فيلم ديال من الوالي بون فيلم ولا شي حاجه ولا يكليكي على شي حاجه بحال لي زيماج اللي والناس معصبه الناس انا شنو سندير انا شنو تفرج تفرج انا شنو سندير انا لو جو

لا انا السينما آه. لورديناتور ما نقدرش نشوف فيه فيلم انا خصني يعني ليماج تكون مزيانه دابور و لو <تس> سون سورتو لو سون إيه. كي كنعيا ما خاطر لا كنت شي بلاصه و جن، جو ني با لو شو نبغي آه. ندوز بحال ملي كنكون كن في ان تورناج بعيد شي عربيه ولا شي حاجه في الليل ملي كان طالي الناس آه. ما نعم عندكش نعم لو كندي معايا دي في دي, دي و مي سينو بريفير في السينما دكا دكا سي مروان انا سالي ميسيون نقاش نشوفها سوغ لو ويب سي تري بيان المهم غير تشوف غير تشوفها تشوفها مي مره 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 كوم مير هذاك الويكاند تيكون تيكون فول لاسوسياتيف دونك دير دير ديك ديك لا فيديو تنكون انا الاول وقيله شفتها لا ايوا كوميم واخا تفرج فيهم في سميتو في انترنت حاول حاول مره مره شغل التلفازه سيون الافلام C'est l'iPod, donc la qualité, elle commence à qualité film. Uh -huh. Sauf les avant-premières, euh, je ne vous la rechute. Les avant-premières, je uh -huh. ne rate pas les avant-premières. Uh -huh. <laughs> en fait, je suis fan du le cinéma. Le cinéma et je suis fan de la Chine. Bon, bon, je, je suis euh, qui qui presque 100% marocain. <laughs> <laughs> C'est une bonne occasion. Mais <laughs> le cadre du cinéma, bien, je suis venu pour ça. Mais la plupart des films, je suis tombé sur une tablette ou sur une PC. <laughs> Donc okay. ça c'est c'est ça c'est mon cas personnel. Et une autre chose, on a quand le partage. <'en> justement, quand je vous que je ne partage pas avec tout le monde parce que quand je vois le plaisir, quand je fais l'émission, ou quand je fais, en famille. <justement. t 'en>

pas très geek, wow, même wow, pas perfect du perfect tout. Adna <laughs> peut-être euh, si s'est offert les Wah un geek, je pense. Ou Adnane, je crois un grand geek, Namaya les Wah les Wah des Marwan, ouais. de Fikra. au tout, ouais. tout de suite le buzz. le buzz lui on va dire qu'il y en a à Le monstre marin. شاي شنو هذه القصه هادي شنو دي آه الفيديو اللي عرفت مشاهده كبيره مؤخرا هي على واحد الكائن غريب صوروا شي واحد في اعماق البحار في المكسيك الجديده نيو مكسيكو بامريكا فهاد الكائن هذا من فصيله ديال القناديل اللي هما لي ميدوز الناس اللي كيعرفوهم ولكن غريب على ميدوز اللي كنعرفو على القناديل اللي معروفين فلذلك العلماء وليزانترنوت اختلفوا بيناتهم على واش هو ميدوز ولا علاشنا هي النوعيه ديال هذا الكائن كاين اللي كاع قالك هذيك غير شبكه في البحر كتسارى أه. كاين اللي كيقول لك هذا يعني شبح بحري وكيف ما كيبان لنا في هاد الفيديو فيديو نيت كيظهر لي هاد الفيديو فيديو بان اباري يعني بواحد الاله ديال التصوير متخصصه وكيتم التحكم فيها عن بعد وكيظهر كذلك التاريخ ديال التصوير ديال هاد لا اللي هو لو 25 افريل 2012 فمنين تحطت هاد الفيديو على يوتيوب في اسبوع واحد بلغ عدد المشاهدات مليون واحد اللي شافها ودابا راه تقريبا وصلت ل الملايين اها شنو بان لكم في ملك الله حتى حاجه ما فعلا. ما اكبر على مولك الله بطبيعه في النهر ما لا يوجد في البحر دونك تقدر تلقى شي حاجه احنا ما عارفينش دونك ما كنعرفوش شنو كاين الله سبحانه وتعالى شنو خالق غادي ندوزو لي زيميل ديز انترنت نحاولوا نشوفوا شنو شنو هما السؤال اللي خلاونا لكم parmi les internautes آه اللي هما آه مع تناقشوا آه عن طريق آه لا فان بيج ديالتنا نقاش 2.0 شكون اللي شكون اللي فان بعد هذا لا فان بيج, بيج. نقاش 2.0 معلمي سيدي. كتحصل فيصل دابا؟ لا بيان سيغ كنحصل لهم باش نشوفوا واش نحبسوا من دابا ولا نزيدوا شوية معلمي سيدي. ألوغ حنا عندنا واحد السؤال لك السي مروان واحد السؤال اللي جاينا من الحاج مولشي هذا هو البسودو ديالو دونك تيقول لك هو كيف شنو هي لا ميور استراتيجي باش تعرف موقع الكتروني ديالك؟ دابا الناس كلهم خدامين سوغ انترنيت اها أه. فيسبوك الناس اللي ما تعرفوهاش راه كاين دي بوبليسيتي بايونت هذوك الاشهار اللي في الجنب لي تخلص لي تخلص لو كليك تويتر تا هما جو بونس راه دازو تا هما لا ديال بوبليسيتي بايونت أه, و لو حنا سوغ لو بروجي باش نرجع ديالنا خدمنا في لو بوز غراتوي سوغ فيسبوك و كيما قلتو راه هضرنا على البارطاج لو بارتاج حيت واحد راه عندو 4000 فان ديك 4000 ضربها في كل واحد عندو 4000 دونك ماتيماتيكمون غيحسبو 4000 شحال Donc, tu as l'achat d'espace ou le buzz C'est-à-dire, est-ce euh, es es commerciale... ah. 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 que le commerce est, ah, est ça, fois, ça, les, 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 les Les commerciaux, c'est la pub parce que c'est payant. Des fois, ils le clic. le cas, tu es sûr. Lorsqu'ils cliquent, ils ont la page, ils ont le site. Sinon, tout ce qui est social, on a vu que le budget est fait. On a travaillé plus sur la page fan, sur le partage, sur les villes, les canaux. On n'a 25. Donc, tout le monde a fait ce qu'il faut faire le buzz. Très bien.

Ра я Ленарду. Voilà sur ah oui, euh, c'est vrai. vraiment, ah, vraiment vraiment de oh, le point c'est 2.0 moment les je compte sur vous comme fan ou surtout intervenir sur la fanpage Facebook 20 très rapidement c'est Rachid peut-être une actuelle

وكيمشي يقلب يلاه عنده واحد العير راس مهالي واش غيلقاه ولا ما يلقاهش سكو بافا ايوا بارطاج هذيك لو نيكسكوزيفيتي تيزر ديال هذا الفيلم ان شاء الله كونسون لو ديب شكرا ميرسي بوكو رشيد دوز اكتواليتي من جهتكم سي توفيق فوالا لاسوسيسيون ماروكين دو اي كوميرس عندها واحد المشاريع داخله فيها جديده سورتو بالنسبه لسيكوريتي د لانفورماسيون La sécurité de l'information, aujourd'hui, euh, c'est une initiative du plan numérique, uh -huh. la avons fait notre tâche de de Technologie, sensibilisation des entreprises je la sécurité. Tout le est est Donc, la sécurité de paiement qui la sécurité des Les données, oui. les, deux. Donc, les, les entreprises

leader master plan e-business, un manager e-business, d'abord il peut le master pour être un manager e-business et un trafiqueur en ligne. Très bien, merci beaucoup. c'est Marwan. Donc, il y deux actualités, donc on va lancer très très prochainement la version finale du magazine Fikra. Ah, magazine Fikra. Pour accéder à tout le monde, donc sur le net, même sur le web. Donc, magazine Fikra, où les gens donnent les articles où il y aura toutes les actualités. Deuxième, on est des partenariats كما شرحنا في <applause> الاول دونك سا سخا دي تخوا مينيستير الان وزاره الاتصال وزاره مع العلاقات مع البرلمان ومع لي سيتوايان وديال لي نوفيل تكنولوجي دونك هادو كامل سو سون انتيريسي لو بروجي افيك تخوا سوسييتي بريفي اللي كبارين بور لو فينونسمون وافيك دي اسوسياسيون دونك هادو هادو هما لي دو اكسيون شكرا مروان حنا تنبقاو كونيكت معكم مي عندنا نهار الحد الجاي باي باي it's yeah. a beautiful day